خلينا نتحول لموضوع تاني، فعاليات اسبوع الشباب انطلقت اللي بتنظمه محافظة اسوان وخصصت له شعار تمكين الشباب من اجل مستقبل اخضر. فعاليات اسبوع الشباب ده تم تدشينها بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب بمحافظة اسوان، واللي بيتم تنظيمه ايضا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء. تفاصيل اكتر خلينا نتعرف عليها من الاستاذ محمد حسن المتحدث الرسمي لمحافظة اسوان اللي معانا على الهاتف مباشرة. مرحب بيك يا استاذ محمد، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ مصطفى والاستاذه منى، اهلا بيكم يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. قول لنا فعاليات الاسبوع ده عامله ازاي؟ بنتكلم في فعاليات اسبوع الشباب، امبارح كان اليوم العالمي للشباب والناس كلها احتفلت، وكان في تدوينه لموقع منتدى شباب العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس كلها ربما او وسائل الاعلام كانت مهتمه بدور الشباب. اسوان النهارده بتعمل ايه في هذا الامر؟ هو يعني بداية احنا كل التحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو دايما بيضع الشباب في مقدمة أولوياته، وده اللي خلى يعني سيادة اللي هو أشرف عطية محافظ أسوان إن لما يتوضع مخطط عام لأسبوع الشباب بمناسبة اليوم العالمي للشباب إن كل التركيز يبقى على ازاي انا اتيح فرص عمل مستدامه للشباب بالتعاون مع مؤسسات الدوله وبحشد الجهود سواء من جامعه اسوان، الاكاديميه العربيه البحريه، مؤسسات المجتمع المدني، الهيئات الدوليه زي فولبرايت، زي الوكالات الدوليه للتعاون الدولي. كل ده اتحشد في خلال الأسبوع بحيث إن إحنا يبقى في وعي للشباب الأسواني بإيه الفرص المتاحة في كافة مجالات العمل، وإيه اللي ممكن المنح الدراسية اللي يقدر ياخدها ويستفاد بيها في المستقبل وتعمل له مشروعات ذات استدامة ومتواكبة مع توجه الدولة للاقتصاد الأخضر. أكيد شعار تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر ده شعار يعني أعتقد أنه هو مختلف، لو تقول لنا بقى ليه اتسمى الشعار أو ليه تم وضع هذا الشعار بالذات؟ لأني إحنا يعني كان في توجه الدولة نحو المشروعات الخضراء الذكية والتركيز عليها، ده متواكب مع معظم المشروعات اللي بتشهدها محافظة أسوان حاليا. نعم. سواء في مجالات الطاقة الشمسية والمتجددة، سواء في المشروعات اللي هي خاصة بالبنية التحتية، سواء بالمشروعات الخاصة بالتكنولوجيا، كل ده متواكب كان مع الشعار الخاص بأسبوع الشباب. ولذلك احنا يعني كان كل الهيئات والمؤسسات الدولة اللي شغالة في هذا الاتجاه متواجدة ومعاهم الشباب الأسواني، متمثل في طلاب جامعة أسوان، طلاب الأكاديمية العربية، وبرضو الطلاب اللي هما التربية والتعليم. وده برضو بيتماشى مع تمكين المرأة، يعني برضو المشروعات اللي هي الصناعات الحرفية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ودعم الأسر الأسوانية بمشروعات جديدة تدر عليهم دخل وفي نفس الوقت تبرز التراث الأسواني الخاص بالحرف والمشغولات اليدويه. مفيش شك ان محافظه اسوان هتفضل دايما يعني عنوان الاقتصاد الاخضر، بنتكلم في بنبان، بنتكلم في ان هي يعني عاصمه للشباب الافريقي، بنتكلم في ان هي عاصمه كمان للشباب بشكل عام المهتمين بالاقتصاد الاخضر. استاذ محمد حسن المتحدث الرسمي لمحافظه اسوان، ربما يعني ابرز لنا اهميه هذا المؤتمر واهميه الاقتصاد الاخضر في ضوء ما تم ذكره. أكيد كل الشكر للأستاذ محمد حسن المتحدث باسم محافظة أسوان، المتحدث لمحافظة أسوان.